طرحت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع تمكين مشروع مساري لدعم الشباب البحريني لصقل قدرات ومهارات الشباب وتنمية المواهب وسهولة الانخراط مع متغيرات سوق العمل. نعم، يأتي هذا المشروع لدعم الشباب وبما يتوافق مع الرؤية السامية لجلالة الملك حفظه الله ورعاه ومع رؤية سمو الشيخ ناصر الداعم الأول لشباب مملكة البحرين.